بما انه نحن بالجوي اووردز هلا واتس ذا جوي ان يور هارت؟ اني اشوف انه الناس اللي يعني بحبها هابي برسمه مرتاحه ومبسوطه يعني بالنسبه لي هذا من احلى الاشياء. You're a superman now. يعني you're... ألغي يعني عارف إنه الكلام ممكن يكون شوية إنشائي مثلاً بس فعلاً كذا إن بني إنه أي شيء ممكن يساعد على إنه يتوقف العنف مثلاً وأي شيء يساعد على كذلك إنه الجهل إنه يتم مثلاً إلغاء الجهل لأنه يعني أتخيل إذا في معضلة حقيقية أنا وأقولها بكل صراحة موجود في موجودة في الوطن العربي في جهل غريب يعني. آخر شيء معلق معايا كانت عيونة بنور محمد عبدو صوتك يناديني الله كلمات عبد المحسن وألحان محمد عبده. وأنا يعني غير إنه أنا أحب القصيدة أساسا يعني والقصيدة المهندس الكلمة عبد المحسن وأداء محمد عبده بصراحة فيها واللحن خطير. أحس إنه أنت تفكر في الماضي كثير ولا ما؟ طبعا أيوة أنا عرفت من الأغنية أنا إنه أنت قاعد تفكر في الماضي كثير. يس صوتك يناديني يس أكيد يعني هو جوا. وش في شيء في الماضي ودك فيه ودك يرجع اللي تفكر فيه دائما؟ مو إن ودي يرجع مثلا قد ما إن مثلا اشتقت. أيوة في صور كذا في بالك كذا موجودة كذا زي ما هي ودك ترجع تقعدها في مكان في زاوية جلسة في البيت أهلك حولك ناس معينة أنت مثلاً يعني ولك. وصف واحد بتوصف فيها المملكة. أمل الأمل. هي الأمل والأمل لكل العالم.